بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في يونت 4 ال FTP server. هنتكلم ان شاء الله على الفايل ترانسفير بروتوكول او ال FTP، وهنعمل لكم configuration فعليا لايف ونبدا تيست وكده. هو ده سيم بال FTP server اللي احنا هنشوفه، بس عشان نفهم الكونسبت نبدا بقى ان احنا نتعود واحده واحده ان احنا نشوف السيرفيس وكده، نشوف ال FTP access مين اللي من حقه ان هو يريموت اكسس وكده. تمام. طيب FTP FTP ده بروتوكول اصلا اسمه فايل ترانسفير بروتوكول، او البروتوكول اللي انا بنقل بيه الملفات. خلاص، انا عندي انا ممكن برضه بنقل ملفات اوفر HTTP. تمام، ما هو HTTP دوت مش انت بتنقل ملفات من على الانترنت وداونلود وابلود حاجات. بس ال FTP ده بروتوكول هو اكتر بيساعد في نقل البيانات ايه او الملفات بشكل كبير. فزي ما انت شايف كده عندي السيرفر، خلاص بيبقى عندي بقى اكتر من كلاينت. طب في ناس تقول لي ايه الفرق بين الاف تي بي والفايل سيرفر؟ الاف تي بي سيرفر دوت سيرفر انا ممكن اعمل له بابلشنج على الانترنت، لكن الفايل سيرفر ده على مستوى البرايفت نتورك، على مستوى اللوكال. لكن الاف تي بي انا ممكن اعمله على مستوى اللوكال، وكان ان انت ممكن تعمل له بابلشنج على الانترنت كمان، زي فور شير، زي ميديا فاير، زي كل الكلام ده. تمام، وتعمل له انترفيس كويس واوثنتيكيشن وحاجات كده. طيب تعال نشوف الكونفجريشن بتاعه ازاي نعمله ما بين اتنين سيرفر. هنعمل السيرفر بتاعنا مثلا المكنه اللي هي الريد هات، والسنتوس دي مثلا نعملها اللي هي ايه الكلاينت. اول حاجه عندك تنستول الاف تي بي باكج، هتلاقيها يا اما في السي دي في السي دي بتاعتك خلاص، او ممكن تجيبها بيام تول. بس زي ما قلنا يام ما بتشتغلش على ايه، ها، على ريد هات الا اذا كنت انت عملت ايه حركه غير معينه، او تبقى انت شايل لايسنس اصلا. تاني حاجه بتعملها تستارت السيرفيس بتاعت اسمها في اس اف تي بي دي بتاعت الاف تي بي. خلاص، او يكون معاك الباكج منزلها وتبدا تنستول، او تعمل لها انستول وانت بتنستول الاوبريتنج سيستم في الاول خالص. بيقول لك تحب تنستول باكج كاستم حاجه معينه ولا تحب ايه، انت ممكن تنزلها من ساعتها. وبعد كده تقفل الفاول او تعمل اكسبشن وكده، بس احنا هنقفله مؤقت عشان نعرف ان ايه ناكسس على السيرفر ده. طيب تعال نشوف ده هنا، ده السيرفر بتاع اللي انا هعمله ريد هات 6. خلاص، هنخش جوه السي دي. ثواني. تمام، هنيجي هنا كده نخش جوه باكجز. هندور على الباكج بتاعتنا اللي اسمها في اس اهي. ممكن تاخدها تعملها بالكوماند بال بي ام، او مثلا دبل كليك ويبدا انت يقول لك ايه كونتينيو اني واي، ابدا ايه انستول بالجو اي، او طبعا ايه ممكن اقول له بالار بي ام عادي زي ما تحب يعني. نبدا بقى ينزل الملفات بتاعتها والكلام ده كله، ما تاخدش وقت. وممكن طبعا انت ممكن تنزلها من ايه، تنزلها من الوقت ما كنت بتنزل الاوبريتنج سيستم. كان بيسالك تحب تنزل اباتشي، تنزل مش عارف فيرتشواليزيشن، تحب تنزل ايه بالظبط، في حاجات كتير جدا. فكل الحاجات دي كان ممكن ينستولها، ينستول الباكج دي ساعتها. تمام، هو كده عمل انستول خلاص. تمام كده السيرفس نزلت، ابدا ان انا اعمل لها ريستارت سيرفس بي اس اف تي بي دي. تمام كده عملنا لها ايه، عملنا راننج ليها. طيب باي ديفولت بيبقى في فولدر بيتكايت اصلا تحت سلاش بار، لو قلنا كده ال اس تحت سلاش بار. تمام، عندي اف تي بي، عندي فولدر جوه اسمه باب جاي لبابليك يعني. خلاص، الفولدر دوت بيكريت لك فيه مثلا ايه، تعالى نكريت ملف جواه تاتش فايل مثلا اسميه مؤمن فايل 1، اقول له كده هلاقي فايل موجود جوه، ده الفايل اللي هو بيستخدمه. طيب الاول تعالى كمان نسيبه
الفايروول عشان نعرف نأكسس من السيرفر تاني. كونفيج خلاص نقول له فايروول كده بيقول لك الفايروول هنا ايه انيبل، انا هعمله ديسيبل واقول له اوكي يس تمام كده. طيب تعالى بقى نروح الاول كمان، تعالى نشوف انا حاطط اي بي للسيرفر دوت 192.168.0.1.100 والتاني 150 خلاص. لو عملنا بنج كده عليه او تعالى نبنج من الناحيه الثانيه ده واخد 1.150 اقول له اهو بنج 192.168.1.100 انا بالفعل شايف السيرفر اهو بيرابلاي عليا. طيب شكرا. تعالى بقى نخش كده تقول له انترنت نفتح مثلا هقول له هنا اف تي بي نقطتين اتنين سلاش الاي بي ادريس بتاع السيرفر. خدت بالك دخلني على باب والفايل اهو شايف تمام دخلني عليه جوه اهو. يبقى انا كده ايه تمكن وبيقول لي والله ده اتعمل له موديفاي في الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه وهكذا. طيب يبقى انا كده عرفت اخش على السيرفر. طب انا هخش عليه بالنيم اقول لك ماشي بقى لو عندك دي ان اس زي ما نعرف بعد كده او تحطه في الهوست في الهوست الهوستس فايل حطه جوه الهوستس فايل ان الاي بي ده بيساوي النيم الفلاني بقى زي انت ما تحب تمام. طيب الكونفيجريشن فايل بتاع الاف تي بي تحت سلاش اتش سي خلاص في اس اف تي بي دي في اس اف تي بي دي دوت كوم خلاص. هنخش الفايل عادي دلوقتي بس ناخد الاف تي بي اكسس. انا عندي باي ديفولت اللوجن اكسس اي حد بيلوجن زي ما شفنا ها قدر ان هو يعمل اكسسنج خلاص. عندي باي ديفولت بيقولوا اسمه الانونيموس يعني افري وان ان هو من حقه ان هو ياكسس عادي خالص زي ما شفنا من شويه. بس في بقى اوبشن تاني ان انا اخلي ايه اليوزر اكسس اعمل ايه اليوزر اكسس الغي موضوع الانونيموس دوت اعمل له ديسيبل واخليها باليوزر اكسس احط ليست اقول الناس دي هي اللي هتخش او الناس دي مش هتخش خلاص. هنلاقي الكلام ده تحت الايه الباص ده. تعالى نشوف الكونفيجريشن فاين الاول بتاعنا نقول له كده في اي تحت سلاش اي تي سي عندنا فايل اسمه في اس دوت كوم استنى ثواني دوت كوم خلاص ده الفايل اهو موجود عندنا خلاص. في بقى بعض الاوبشنز كتيره جدا مثلا عندك اوبشن مهم اللي هناخده دلوقتي بيقول لك هنا ايه allow anonymous FTP اي حد allow by default اللي هو ايه يأكسس يعني anyone او anonymous ان هم يأكسسوا ها ال FTP بتاعي خلاص. لا انا ساعتها بقى لو انا عاوز اعملها باليوزر اكسس يعني احدد ناس معينين ها اعمل ايه ابدا ان انا اقول له لا لو سمحت يعني بص مثلا اقول لك ايه هنا مثلا ام كي داير مين اللي هو من حقه ان هو يميك داير ماشي مش عارف مين الاو ان ام اس اف تي بي يوزر تو ابلود فايل مين من حقه ان هو يابلود احدد ليست معينه خلاص. طيب تعالى نعمل كده ماشي ونيجي عند دي نعملها بدل ما هي يس نعملها نو نقول له سيف وتعالى نتست. هو غالبا ممكن يدخل عشان نفس الباسورد بس احنا عملنا فاشن كده طيب انا هعمل لوج اوف خش بيوزر تاني انا مثلا لوجن بمؤمن مثلا
نقول له اف سي بي واحد اثنين. هو برضه اشتغلت عشان بص انا عندي فايل هنا موجود اسمه اي تي سي تحت اس في اف سوي في اس اف سي بي عندي اسمه يوزر ليست. بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله اف يوزر ليست ديناي يوزر ليست ديناي خلاص اونلي الاو يوزر. لو في اوبشن اسمه يوزر ليست في الكونفيجريشن الفايل في اوبشن اسمه يوزر ليست لو معمول له ديناي نو اونلي الاو يوزرز ماشي ان ذيس فايل هيقلو بس لمين اليوزر اللي موجودين في الفايل ده. لو هي بقى يس يبقى الديفولت ماشي يبقى لك ايه نيفر الاو يوزرز ان ذيس فايل يعني الفايل الناس دي لو انا عامل ايه يوزر ليست ديناي يعني الناس الموجوده في الليسته دي اعمل لهم ديناي يس يبقى الناس دي تقفل عليهم نو يبقى اذا الناس دي مفتوحه ليهم تمام. يقول لك ايه نوت ذات ديفولت بام كونفيج اولسو تشيك الفايل ده اسمه اف تي بي ثواني اف تي بي يوزرز اهو برضه موجودين يوزرز ذات ايه نوت الاود تو لوجن فيا اف تي بي مش مسموح له. تعالى احنا بقى ندخل في الفايل بتاعنا اللي هو العادي وندور على ايه طبعا في لوج فايل كمان اسمه اف تي بي لوج تحت باص تحت نفس الباص بتاعنا دوت. اهو دي يوزر ليست ماشي احنا نيجي نعملها كده نقول له تعالى بدل ما هي يس نعملها نو تمام اقول له كده تعالى نتيست نقفل ونفتح تاني برضه لسه. طيب ثواني هو انا خاص بالاوثنتيكيشن بتاع البام سيرفيس اهو ماشي المفروض احنا عاملينه نو فتعالى برضه نتست تاني كده لا هو على طول المفروض ده يسالني انت مين يقول لي مين انت مين من اليوزر عشان ابدا ان انا ايه اقول له انا فلان من الناس التانية يعني من الناس اللي معمولين جوه الليست نقول له اف تي بي 2 سلاش 1.100 لا كده في حاجة غلط كده في ايه حاجة مش مظبوطة. طيب ممكن تكون مكيشة بس مش اكتر بس هي كانت يعني مظبوطة. ليه بقى؟ لان انت لو رجعنا للفايل دوت اللي هو اليوزر ليست الناس اللي في اليوزر ليست دول بيقول لك ايه لو الليست يوزر ليست ديناي ثواني برضه احنا عايزين نعمل حاجة المفروض كده معمولة صح يعني ممكن يجي كده ومدلت اوت هنتست تاني
لا كده فيها كاشنج، فيها سنة كاشنج اللي هو ما ينفعش يدخلك الا اذا كنت انت ايه فعليا شغال معاه. ثواني في حاجة كمان اقولها لك، انا ممكن ادخل عليه من على ويندوز عادي خالص خلاص، وابدا ان انا اتفاعل معاه واشوف الفايل عادي اهو، مش اي مشكلة. تمام، دي حاجة احب اقولها لك. ايه كمان، وارجع عادي واحط الفايلات بتاعتي، ممكن اغير الفايل بقى اعمل باص تاني، مش مشكلة، نفس اللي هو الايه البابليك ده، ممكن اعمل اكتر من حاجة. تمام، انت ممكن دي كمان تعمل عليه لوجن، تكتب له كده اف تي بي وتديله الاي بي ادرس بتاعه 1.100، فهيسألك انت مين طبعا، ايه دخلك على طول عشان يقولك نتورك، في مشكلة في النتورك. طيب هو بالفعل احنا عندنا مشكلة بس في ال في ام مات وكده، فالدنيا مكيشة شوية. في مشكلة. طيب عموما ده الكونفيجريشن بتاع ال FTP، اتمنى اكون بس فهمت الكونسيبت يعني شكله عامل ازاي. تمام، الجزئية دي مش هتلاقيها في الكتاب بتاع ريد هات اصلا، بس احنا شرحناها لان هي يعني جزئية مهمة جدا انت لازم تبقى فاهمها. وخلي بالك وانت شغال تبقى ما تنساش تقفل الفاير. اتمنى تكونوا استفدتوا، بالتوفيق للجميع ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.